بعدين يا علينا هسه قاعدين نشرح عن الموضوع بكفي كيف كان السفر مع بعض وهل بتعيدوها سوا ولك نار احلى سفره مع صبار والله لانه السفره كانت كثير ضحك وكثير جونا كان حلو واخذنا على بعض زياده عن اللزوم بهاي السفره قديش بتقيموا صحبتكم من 10 شوف احكي لك انا من ناحيتي صبار قبل 3 اشهر كنت بقدر اقيمها يعني 6.5 هيك شيء بس من جديد 8.5 9 صراحه انا كان نفس الشيء احنا من زمان صحبه يا جماعه بس احنا قويت علاقتنا كثير اكثر بهاي الفتره فبقيمك انا 9 صراحه صديقي مين بتفضلي بيت اسرارك وسام ولا صبار بيت اسراري اي كاشف يكون يعني بس اغلطي اسراري والله اثنين زي بعض بابا مش عارفه يعني اصلا مثلا بدي اجي احكي شيء لمين طوالي بتجه يعني كل واحد غير يعني اسمع باجي للصباغ بعطيني مثلا رد غير عن رد وسام مثلا وسام بنصحني وانه ورد علي وساوي كذا وكذا صباغ مثلا بيشاركني النقاش انه عن جد ليش هيك عم بيصير فكل واحد مختلف فهمت علي منطق صراحه منطق اوكي نروح للسؤال اللي بعده